صباح الأمينة. صباح الخير أمينة من سلا. صباح النور جميلة. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير هدى. صباح الخير عليك أمينة. لاباس عليكم؟ الحمد لله. مرحبا بك. صحيحة لاباس بارك الله فيك. شنو غتعطينا اليوم لنا؟ جميلة. ما كنسمعكش حبيبة مزيان. ما كتسمعينيش دابا كتسمعيني؟ كاع. شوية ماشي بزاف. ما كنغوتش. وين كتسمعيني انتيا؟ أنا كنسمعك بوضوح والصوت ديالك مميز لا أمينة. ربي يخليك أحبيبتي الله يحفظكم. ربي يحفظك. قولي لي يا جميلة شنو بغيتي؟ نعطيك خبز بالكبد معمر بالكبدة اللي حطيت لي راه حطيته البارح في الفيس. ولا نعطيك واحد الكيكة مختلفة اللي سمعها غادي تعجب فيها شوية. عرفتي دابا أنتم كتعطيونا بعدا المفاتيح ملي كتقولي لي كيك اللي غيسمعها غتعجبو بطبيعة الحال حنا بغينا الكيك اللي غيسمعوها المستمعين ديال شادة وغتعجبهم. واخا مرحبا. ربي يخليك. يلا عندنا ربعة ديال الشعرية صفا. عندنا ستة ديال البيضات. إذا غادي نقيدوا معاك المقادير لأمينة. ربعة ديال الشعرية صفا. ستة ديال البيضات. ستة البيضات. نصف لتر ديال الحليب. بالنسبة للفواكه الجافة خص يكون عندنا كاس مخلط ما بين الزبيب مقطع ومشماش مقطع والشريحة مقطعة. هذا الشيء اللي غادي يكون في يعني يكون عندنا كاس وشريحة مقطع صغير فوالا. وعندنا جوج خمارات حمرين. وعندنا نص كاس ديال سنيدة. نص كاس سنيدة. وعندنا للتزيين عندنا شوية ديال القرفة وشوية القرقاع. القرفة والقرقاع للتزيين. ندوزو للطريقة. الطريقة كناخدو ديك ربعة ديال الشعرية صفا. كنديروها مع شوية ديال الزيت في المقلة. إذا نديرو الشعرية مع الزيت في المقلة مع الزيت العادية. كنبقاو كنديوها ونجيبوها حتى كتولي اللون ديالها ذهبي. وكن بعد كنحطوها. وكناخدو ستة ديال البيضات كنطربوهم مزيان. وكنزيدو عليهم دوك الفواكه الجافة اللي قطعنا. وكنزيدو عليهم نص كاس ديال سنيدة. سنيدة. وكنزيدو الحليب. الحليب. وكنديرو الشعرية. نزيدو عليهم الشعرية اللي حمرناها. أيه داك اللي حمرنا. كنهزو كنزيدو على هادشي وكنخلطو مزيان بشي معلقة ديال الخشب. والخمارات حتى هما يعني ما نساوهمش. نضيفوهم في الأخير. أييه. وكناخدو المول ديالنا كندهنوه بزبيدة وكنرشوه بشي شوية إلا عندنا شوية السميدة أحسن. دهنوه بزبدة ونرشوه بالسميدة. هذا. وكنخويو داك الخليط ديالنا في المول. وكنزوقو بالألوان يكون عندنا اللون أحمر والأصفر والأخضر. كناخدو معلقة. وكنهزو كل شويه وكنبقاو كندورو في القلب في ديك الكيكه من الفوق باش نفهم الامينه. هاد الخليط اللي صوبنا غنقسموه على ثلاثه؟ لا هذا كله غادي نخلطوه ونخويوه في المول. منين غادي نخويوه في المول غادي ناخذو يكون عندنا المول اللون احمر والاصفر والاخضر. ناخذو منهم معلقه معلقه ما نخلطوش الالوان كل لون نديروه بوحدو نزوقو به. كندوزو على الكيكه من الفوق كندوزو خطيطات كما بغينا نزوقو. واضح. لالا امينه مازال غنشوفو معاك الطريقه ديال التزيين ديال الكيك. لالا امينه من سلا مرحبا. مرحبا بك مره اخرى. بارك الله فيك. قبل هدى الا سمحتي لي امينه انا هذا الكيك كيسميو الكيك ديال الشعريه ياك الشعريه ديال هذا كيك ديال شعريه الصفا. نقول لك واحد الحاجه ربما جات صدفه انا سبق لي دقت هذا الكيك وباه كنقول لاختي خاصك تصايبي لنا هذا الكيك وما عرفناش المقادير ديالو ياك بعدا كيجي فن غزال لانني جو بونس انا لقيت انا اللي دقت اللي كيكون في ذاك المول العجيب اييه اللي كيكون محفره في الوسط وكتقدري فعلا لذيذ. انا صراحه عمري ما دقتو عمري ما دقت هذا الكيك بالشعريه لكن انا قيت معك المقادير وهذا واعد مني غادي نصاوبو وديري ديري راه كيجي زوين. جاتي امينه باش نشهدك غتصوبي وتاكلي بوحديتك انت وماما كل غتجيبيه لي انا وهند غنصورو لكم. لا الا كنت غتجيبي لنا انا وهند حيت انا سبق لي دقتو باش نقول لك فعلا واش هو هذاك ولا لا ياك. لا امينه هيا اختي هيا بصح ديرو تصورو لنا حتى حنا نشوفو. على حسب الا جاني زوين راه غنجيب لكم ذوقو ما جانيش زوين غادي ما نقولش لكم كاع راني صوبتو. لا راه غادي يجي زوين هدى غيجي زوين ان شاء الله. ان شاء الله. كله معك لأمينة. أيه. المهم ملي كنخلطوا الخليط ديالنا كامل كنخويوه في المول ديالنا اللي مدهون ومرشوش. وكنذوقوه من الفوق باللوينات عندنا الاحمر والاصفر والاخضر. بغيت نسولك لالا امينه كترشيه كترشي المول بالسميده الغليظه او الرقيقه العاديه؟ لا غير رقيقه احسن. غير باش ما تلصق ليناش وصافي. اذا نزينو بالالوان.
ومنين كندخلوها للفران ديالنا كطيب كنخرجوها كنرشوها بالقرفه كنديروا القرفه في الصفايه وكنرشوها خفيف واضح وكنرشوها بشويه الكركاع مع المشعنه الكركاع غير كترمشيه بلا ما كتحمريه غير لا لا حمريه شي شويه اي شويه في المقلاه تسخن كاع وحطيها طفي ومهرمش واضح وغادي تجي رائعه ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليك لاله امينه وراحتكم الله يعطيك الصحه حاول راح ما نعطيكمش خبز عرفتي اليوم انا وياه ناخذ حاجه نعم حبيبه باغا ناخذ حاجه باش غدا عاوتاني تعاودوا تعيطوا لنا وتعطينا حوايج اخرين مشكوره بزاف لامينه من مدينه سلا اللي عطاتنا الكيك ديال الشعريه وكيك فعلا راه نقدروا نسموه كيك مفاجاه لان ملي كتشوفيه عرفتي ديك الشعريات كيبقاو هكا محمرين ومقرمين فعلا الجد يعني صراحه لا تحس بزاف لا تصحى